اسمي ندى وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو. أنا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشوفته في التلفزيون، وناس كتير بتشكر أنه يعني دكتور شاطر جدا، ومحدش بصراحة اشتكى من العملية خالص، وده اللي طمني يعني أن أنا هعمل تكميم إن شاء الله النهاردة. بقى لي 10 سنين تقريبا وبنزل وبطلع، فموضوع بالنسبة لي بقى أزمة يعني. فبإذن الله هعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وإن شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شويه حاجات عن تكميم المعده في الاوزان اللي هي مش عاليه، يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما. لكن في فئه من الاوزان وفئه من الاعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الاوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابه بالسمنة المفرطه، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده، لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات، او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق، الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن بنفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد اجراء العمليه. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، ممكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، وخصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر، ممكن كمان ده يعني بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العمليه. وبالتالي تكميم المعده هي من العمليات اللي هي الناجحه جدا في انقاص الوزن، والجميله والفعاله والسهله كمان في اقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد اجراء العمليه. هنطمنكم على الاستاذه ندى بعد العمليه ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا دي عمليه تكميم معده، تكميم معده دي عمليه بسيطه بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيره. احنا دلوقتي بنفصل الدهون عن المعده، الدهون دي طبعا بالاله اللي هي بنيكو بيها، دي طبعا الترا بايبولر، يعني اللي هي الليجاشور. طبعا في حاجات الترسونيك ويفز اللي هي الهارمونيك. طبعا احنا بنفصل المعده عن الدهون اللي هي محاطه بيها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، طريقه سيمبل جدا. طبعا الاجهزه دي لازم تكون متطوره شويه عشان تقلل فرصه النزيف ما بعد العمليه. بنفصل الدهون عن المعده، ويعني الدهون اللي هي ما بين المعده والقولون، الدهون ما بين المعده والطحال زي ما احنا شايفين، واي التصاقات حواليها لازم نفكها كويس، بحيث ان احنا قبه المعده نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء باقيه، وبالتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العمليه، بيبتدي يسال طبعا انا ما بخسش ليه، وتلاقي المعده بتاعته لسه ستيل كبيره ويعني متسابه، اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده اسمه قبه المعده. اي التصاقات طبعا حوالين المعده بنفكها، عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب في التواء المعده زي ما احنا شايفين كده.
معده تماما متسلكه كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو كده. انتهت مرحله التسليك، لان احنا بنوصل لعضله اللي هي بتقفل بوابه المعده السفلى السفليه اللي هي دي، بنسلك لحدها اهو زي ما احنا شايفين دي البوابه. طبعا في اثناء التدبيس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ما نضايقش المعده زياده عن اللزوم او نسيبها واسعه زياده عن اللزوم. طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نمسكش مساحه واسعه او ناخد مساحه اكتر من الطبيعي بحيث المعده ما يكونش فيها اي نوع من الضيق، او وده ممكن يسبب للعيان طبعا نوع من الترجيع ما بعد العمليه او نوع من المشاكل. طبعا البوجي موجود، احنا لما بندوس الدباسه او بنضرب الدباسه بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثه شمال، و في سكينه في الوسط ما بين الدبابيس زي المنظر اللي احنا شايفينه، ممكن داخل البوجي شويه. طبعا على البوجي صوروا ايه او الكاليبريشن تيوب اطلع فوق، ما نسيبش جزء خلفي خلف المعده، طبعا ده يبقى بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العمليه. المعده زي ما انتم شايفين كده طالعه زي ال شيب اهو زي حرف ال. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافه دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شويه ممكن بقى نعمل اختبار تسريب، نرجع بالبوجي. هنلاحظ بقى اختبار التسريب، احنا بنحط الدبابيس تحت ضغط جامد، المعده دلوقتي منفوخه لدرجه كبيره تمام، عامله زي البالونه احنا قافلينها اهو، عامله زي البالونه بحيث انها تبقى ضغط على الدبابيس. طبعا الدباسات طالعه ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال بحيث ما يحصلش فيه التواء، عامله زي الخيرايه كده زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شويه وبناخد طبقه زياده دهون فوق المعده بحيث ان هي بقى تقلل فرصه وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العمليه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنه، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين تلاتة كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص. يعني أول ما دخلت عملت العملية وفقت ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب، وتمشيت بعد العملية على طول، وكل شوية لازم أتمشى، والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا، يعني غير كل المخاوف اللي أنا كنت متوقعها بصراحة يعني. والدكتور كريم بصراحة دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وانا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد واسراء اسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمه والمكان جميل ونظيف، وانا بنصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحه، يعني العمليه سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى لاعاده يعني الاعاده للعمل او الاعاده للحياه او ريهابيتيشن ما بعد العمليه. الحقيقه طبعا السيكو اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ثلاثه بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكو اللي حاصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك، بنشرب 6 ساعات. تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت، ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي عشان احنا بنبتدي نشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. ما بعد اجراء العمليه نزول الوزن بيبقى تدريجي وصوره صحيه سليمه. ويعني طبعا هي تكميم المعده من العمليات الخفيفه يعني والقويه في انقاص الوزن. والحقيقه طبعا نزول الوزن ما بعد العمليه بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لاننا بنتخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، واثناء الوجبه الواحده يعني الشبع بيكون اقل شويه، يعني بنحاول ان احنا ناكل كميه كبيره بدون ما نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كميه كافيه. عمليه تكميم المعده بتقوم على تقليل حجم المعده الى جزء صغير، بنبتدي بناكل فيه، بنشبع بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره. الحقيقه طبعا ان
كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعده بنتخلص منه، وبالتالي بنشبع بسرعه، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله. يا مساء الخير والفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة وعندنا فقرتين النهاردة. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن مشاكل الشعر المختلفة، وناس كتير جدا بعتت لي رسائل بتقول يا جماعة احنا عاوزين حل المشاكل الشعر دي، احنا شعرنا بيقع وشعرنا خفيف وشعرنا ما بيطولش، وعلى فكرة رجال وسيدات ومن جميع الأعمار المختلفة، يعني مش سن واحد أو عمر واحد اللي عاوز يعرف ايه الحل في مشاكل الشعر دي. احنا ممكن نمر بحالة نفسية تحصل لنا مشكلة في شعرنا، ممكن نعمل دايت شديد تحصل لنا مشكلة في شعرنا، ممكن لو ما كلناش كويس او عندنا انيميا او ما تغذيناش كويس تحصل لنا مشكلة، ممكن لو انت حامل وبترضعي وولادة تحصل لك مشكلة، فيعني ممكن العادات الغلط اللي احنا بنعملها كل يوم يوميا فرد وسشوار وصبغة ده يعمل لنا مشكلة. فلازم يبقى في حاجة بتجابه أو بتواجه المشاكل دي كلها، ولازم يبقى في علاج جذري لجميع المشاكل دي، لأنه الشعر ده حاجة غالية جدا، ولو فقدت يا جماعة بتبقى صعب إن هي تتعوض بسهولة. أنا النهاردة هتكلم عن أقوى منتج علاجي تجميلي للشعر، يمكن أنا شخصيا بقالي فترة بستخدمه ومجرباه، حلو جدا وعجبني جدا وفعلا بيجيب نتيجة هايلة جدا. هنتكلم النهاردة عن ساينو ماسي هير مع ضيوفي الأعزاء اللي بسعد بلقائهم، دكتورة آن أمحاوي أحد أعضاء الفريق الطبي لساينو ماسيهير، أهلا يا دكتورة آن، ودكتور أحمد رشاد أحد أعضاء الفريق الطبي لساينو ماسيهير، أهلا يا دكتور أحمد. يعني إحنا جايبين النهاردة العنصر النسائي والعنصر الرجالي، لأنه طبعا الستات عندها مشاكل مختلفة عن مشاكل الرجال. ليديز فيرست طبعا، وهبدأ مع دكتورة آن. ساينو ماسيهير يعني يمكن عمل ضجة كبيرة في وقت قليل وحقق انتشار كبير في وقت قليل، وده انا بقيسه ازاي؟ من خلال الرسائل اللي بتبعت لي ومن خلال احتكاكي المباشر بالناس. كل الناس بتسالني ايه اخبار ساينو ماسيهير؟ هل منتج الشعر ده فعلا منتج قوي بدرجه كافيه؟ احنا عايزين نعرف في الساده المشاهدين دلوقتي ايه هي مكونات ساينو ماسيهير اللي بتخليه مختلف عن اي حاجه تانية. تمام، احب اقول لك هو فعلا عامل ضجه هايله جدا، وفي ناس جربته وجاب معاها نتيجه من اول اسبوع. ان الشعر اول حاجه احنا بنواجهها يعني او بنهتم بعلاجها سقوط الشعر بالظبط. فاول اسبوع الناس جربته فعلا كان الفيدباك عنه ان هو ما فيش سقوط شعر، فاحنا كده رقم واحد في العلاج عملناه. ده بالنسبه لاول اسبوع. هو عامل ضجه ليه؟ علشان الاكتيف انجريدينتس اللي جواه حاجات قويه جدا، ومن اقوى يعني ساينو ماسي هير من اقوى البرودكتس في العالم. طيب علشان ايه؟ عشان جواه اكتيف انجريدينتس قويه جدا زي ساو بالميتو. ساو بالميتو ده اللي بيخلي الشعر يقف عن التساقط. ازاي؟ الميكانيزم بتاعه ان هو بيروح يقفل الانزيم اللي بيهاجم البصيله بتاعه الشعر عشان ما تقعش. اوكي، فاحنا كده عملنا اول خطوه ليه. تاني خطوة ان انا بعد الاسبوع ده الاولاني عايزة بقى يظهر شعر جديد. يعني هو في خلال الاسبوع الاولاني من استخدام ساينو ماسيهير التساقط بيقف بالظبط، وده في حد ذاته انجاز. يعني طبعا ناس تتمنى يعني ربع الكلام. انت مش عارفة النفسية بتبقى عاملة ازاي لما تبقي قاعدة تلاقي شعرك واقع على الارض. طبعا. واقع على المخدة. بيجيلك انهيار عصبي. انت عارفة يعني ايه شعر بالنسبة للمرأة او الرجل. صحيح. فنفسية بتتدمر. فانا لا، انا اول حاجة اعملها ان شعر يقف خالص عن السقوط. طيب دكتور احمد، يمكن دكتوره ان قالت الحاجه الخاصه بتساقط الشعر. في ناس كتير قوي شعرها خفيف، يعني هو اصلا خفيف وتحس ان في فراغات، يعني يمكن الفراغات دي ممكن تبقى من النص او من الاماكن دي، خاصه الرجال بيعانوا من الموضوع ده. قولي ازاي ساينو ماسيهير هيعالج الموضوع ده بالظبط. هي مشاكل الشعر كتيره جدا، وانا هركز اكتر في كلامي على العنصر الرجالي والمشاكل اللي بتقابله.
بما اني طبعا واحد منهم اكيد. بالنسبه لساينو ماسي هير في مشكله الشعر الخفيف، طبعا ساينو ماسي هير بيحتوي على مجموعه من العناصر القويه والفعاله اللي بتحفز لي نمو الشعر. يعني الناس اللي بتشتكي من الشعر الخفيف، المناطق الخفيفه اللي نمو الشعر فيها مش قوي، ساينو ماسي هير هناخد على سبيل المثال عنصر الكافيين. عنصر الكافيين من الحاجات اللي بتخترق فروه الراس، بتحفز لي نمو الشعر عن طريق تحفيز البصيلات. في النهايه برضو ده بينعكس على نمو صحي، نمو قوي، وابتدي الاحظه من الاسبوع الاول والاسابيع اللي بعد كده، بلاقي نمو بطريقه جيده جدا، بطريقه كشكل برضو بيبقى حاجه ممتازه. يعني برضو هنيجي زي عنصر تاني زي البيوتين. البيوتين من الحاجات الكويسه جدا اللي بتحسن بنيه الشعرايه واللي بتغذيها لي بطريقه كويسه جدا، وبرضو دي من الحاجات اللي بتنعكس على شكل الشعر في النهايه. هنيجي برضو لعنصر تاني زي الروزميري. الروزميري من الحاجات طبعا الاساسيه في تكوين ساينو ماسي هير، واللي برضو ليها دور كويس جدا في تحفيز بصيله الشعر، وده في الاخر كله بيزود لي معدل نمو الشعر وانبات الشعر في المناطق الخفيفه، فبالتالي بيديني كثافه في المناطق الخفيفه وبيقضي لي على المشكله بتاعه الشعر الخفيف. طيب يعني معنى كده انه ليه طريقه استخدام معينه؟ يعني انا استخدمه على الاماكن الخفيفه بس ولا على شعري كله؟ على الشعر كله. انا في طريقه استخدام ساينو ماسي هير دي ميزه حلوه جدا بالنسبه كمان للرجاله. الرجاله بيبقى وقتهم مشغول بشكل كبير قوي، ما عندهمش الوقت. بيهتموا. انت عايز تقنعني ان هم اليومين دول مش واخدين بالهم من نفسهم بزياده؟ بيهتموا، بس انا اقصد يعني في بعض الرجال ما بتحبش تستخدم حاجات كتير وفي اوقات كتير، فدي اتسهلت خالص دلوقتي. ساينو ماسي هير هو استخدامه مره واحده بس بالليل، وهتبقى مناسبه للجميع. هو سبراي، مش كده؟ من 4 لـ6 بخات مساء على فروه الراس جافه تماما، ويتوزع طبعا على فروه الراس كلها، بس التركيز بيبقى على المناطق اللي فيها الضرر اكبر او اللي خفيفه اكتر. طيب دكتوره ان، يعني يمكن انت قلتي حاجه هي ميزه مهمه جدا، انه النتيجه هتلاحظ بسرعه. يعني في اوقات كتير بنستخدم حاجات كتير لشعرنا، يمكن بناخدها عن طريق الفم، او في ناس بتاخد بتعمل جلسات مثلا. يعني كل الناس او احنا كلنا يعني كلنا بنبقى عاوزين نشوف نتيجه ملحوظه بسرعه، فانت بتقولي النتيجه من اول اسبوع هتبان، فده كويس جدا. يعني ده في حد ذاته كويس جدا. ايه اللي يخلي ساينو ماسي هير مختلف بقى عن اي حاجه تانية؟ يعني هو هل في سر تركيبه معينه، في حاجات معينه مختلفه؟ هو انا هقول لك على سر التركيبه المعينه. احنا حاطين الشعر بيحتاج ايه علشان ينمو، ما يبقاش فيه تساقط، ما يبقاش فيه هيشان، ما فيش تقصيف. الشعر من الاخر كده تلاقيه الاطراف بتاعته اتقصفت واتقطعت مثلا 3 أو 4 أجزاء. طيب انا عندي كذا حاجه، يعني انا بيطلع لي شعر مثلا كثافه، مش هيطلع شعر كتير ليه؟ الكافيين احنا قلنا ان هو بيخترق كويس قوي فروه الراس، والبيوتين ونفس الكلام على كل الاكتيف انجريدينتس عشان احنا عاملينها بالنانو تكنولوجي، فدي سهلت ان هو الاختراق والامتصاص يكون اسرع. النانو تكنولوجي اللي هي احدث تقنيه في عالم المستحضرات التجميل. يعني ايه تكنولوجي؟ يعني احنا صغرنا جزيئات جدا وخليناها بيور قوي بحيث انها بتبقى بسهوله بتخترق. طيب دلوقتي اي واحده كان طالع مثلا فتره كده ايه الوصفات والزيوت والمش عارفه ايه والكلام ده كله، عارفه الزيوت والحاجات دي كلها مش لازم تمتص لانها زيتيه قوي وتقيله قوي. في نفس الوقت مفيش انا مين اللي انا نازله اخرج ولا نازله رايحه شغل هفضل اعمل زيوت واعمل وصفات. ويا سلام بقى لو عامله ماسك حتى توم وخل طب وانا اعمل كده ليه؟ انت عارفه بيعملوا زيوت ليه؟ مثلا زيت مثلا جوز هند فيه فيتامين كذا، وزيت اللوز فيه فيتامين كذا. طب انا اعمل كده ليه وانا مدياكي في ساينو ماسي هير؟ يعني هو في كل الفيتامينز طبعا، في الفيتامينز بلس الوصفات. فيتامينز يعني ايه؟ يعني هو فيه بيحتوي على الحاجات بتاعت الادويه والوصفات والحاجات الطبيعيه. فانت تاخدي لا مش لازم تاخدي فيتامينز بالفم. يعني تابلتس بالظبط كده، مش لازم تعملي حقن، مش لازم. يعني اللي بيخاف من الحقن ما يعملش. انا بقى مدياكي الوصفه ومدياكي الفيتامينز. مدياكي فيتامين A و C و E انتي اوكسيدنت. فيتامين اي بيحفز الخلايا وبيجددها بتاعت فروه الراس. فيتامين سي نفس الكلام. فيتامين اي بيقلل الشعر الابيض وحدوث الشعر الابيض زي البيوتين. دي انت قلتها لي المره اللي فاتت يمكن، والمعلومه دي بسطتني جدا، ان هو بيأخر كمان ظهور الشعر الابيض. بالظبط بالظبط. هو والبيوتين. طيب وعندنا فيتامين اي. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا فيتامين اتش اللي هو توكوفيرول. عندنا الفيتامين البيوتين اصلا فيتامين بي 7. انت عارفه انا مديكي كام فيتامين؟ فيتامينز كتير جدا. طيب تعالي لي بقى هدخل لك في الحته بتاعت الوصفات. عندي جليسرين، عندي بانتينول. طيب استفيد منهم ايه؟
بستفيد ان انا الشعرايه دي مساميه، مساميه يعني بتتنفس وبتشرب. طيب انت دلوقتي مش حاطه عليها برودكت علاجي وسبتيها وخرجتي ونزلتي، طيب اوكي هي دلوقتي متفتحه وبتاخد كل حاجه، نزلتي اخدتي عوادم عربيات، اخدتي يو في الالترا فايروس ريز الاشعه الضاره من الشمس، عملت ايه؟ طلعت لك الميه اللي جوه الشعرايه، بقت ناشفه وجافه وواقفه. هو ده اللي بيخلي الشعر ينشف ويجف. فانا عامل ايه؟ انا املاها بالبرودكت بتاعي. بتملي ازاي؟ عشان هي مساميه، فحط لك كل الفيتامينز وحط لك كل الجليسرين والبانثينول والحاجات دي كلها بحيث انها تتملي. فلما تتملي بتبقى شايني، دي اول حاجه. وده اول ما تشوفي بنت تقولي ده شعرها بيلمع، ده شعرها بيتحرك، ده شعرها صحي، شعرها فيه حيويه، في حيويه. فانا دلوقتي لا، البنت دي شعرها صحي حلو. طيب فانا مليت لك الشعرايه زي ما بتدي البيبي بتاعك لبن مثلا، انت غذيتيه كويس او اديتي اي حاجه تانية مش مفيده. لا انا بدي شعرك حاجه مفيده بلس ان هو بيبقى ضد الشمس، يعني انت بتعملي له كفر وكوتينج ضد الشمس. فانا اديتك طبقه شحميه، هي اسمها كده شحميه، يعني ايه؟ يعني بتحافظ لك عليها، بتعمل كوتينج بالظبط، بحيث ان الميه اللي جوه الشعر ما تتبخرش، يحتفظ الشعر، يحتفظ بالميه اللي فيه بالظبط، فيفضل رطب ويفضل بصحته، بلس ان انا مغذياه كمان. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا عن البيوتين والكافيين. الكافيين كمان بيعمل ايه؟ ان هو بيحفز، هو الفيتامين اي وفيتامين سي والحاجات دي كلها، الشعيرات الدمويه اللي جوه فروه الراس غذيتيها، تحسي ان انت يعني عارفه في ايه، ما بتحطيه تحسي ان فروه راسك بتتحرك. بتتحرك ليه؟ الدم بدا الدوره الدمويه، الدم. طيب انا لما احرك الدم في شعري بيروح على البصيله، اللي هي بصيله دي كده حاجه كده جوه في الشعر، بتروح تكلبش فيها كده بالظبط وتغذيها. تمام. طيب انا دلوقتي الفروه، يعني فروه راسي بقى فيها كميه كبيره من الدوره الدمويه شغاله او من الدم، فانا غذيته، غذيته بالدم وغذيته بالغذاء اللي انا اوريدي باكله والحاجات دي كلها. بس ان انا حطيت البرودكت فكله بيتشرب وكله بيتعامل مع بعضه، فخلاص انا دلوقتي ضمنت ان انا فروه راسي نظيفه وسليمه وصحيه، والخلايا فيها بتتجدد من البيوتين والفيتامينز اللي فيها. طيب حاجه ثانيه، انا دلوقتي حطيت واهتميت بالجدر، هتلاقي شعرك طبيعي انه بدا يطلع بيبي هير. صحيح، هو احنا لما نهتم بالاساس شيء طبيعي انه ده هينعكس على المظهر الخارجي للشعر. بالزبط. ويمكن يا دكتور احمد انت قلت الحلقه اللي فاتت انه في ميزه مهمه قوي، انه بيطلع بصيلتين شعريتين، انا مصره اقول بصيلتين شعريتين في البصيله الواحده. فدي حاجه بالزبط. دي حاجه لوحدها ميزه هايله، ميزه قويه جدا. ان انا دلوقتي لما اوصل غذاء بقدر كافي لبصيله الشعر، وان انا احفزها عن طريق المواد الفعاله اللي موجوده في ساينوماس هير، وفي الاخر ان هي بتطلع لي شعرتين، دي حاجه بتساهم في مشكله الكثافه بشكل كويس جدا. صحيح، بتعمل لي كثافه للشعر بشكل كويس جدا. يعني انا لما عندي البصيله الواحده كاني كده بدل بصيله واحده بصيلتين، لانها مطلع لي الواحده بتطلع لي شعرتين. صح. واستكمالا لكلام دكتور ان، انا عايز كمان انوه عن القيمه العلاجيه لساينوماسي هير، بالاضافه طبعا لمشكلات سقوط الشعر، مشكله الشعر الخفيف ومشكله الكثافه، مشكله تغذيه الشعر الكويسه، ده كله بيعالجه لي ساينوماسي هير. بالاضافه لكده انه بيعالج بعض انواع العدوى الفطريه والبكتيريه اللي بتصيب الشعر، ودي حاجه مهمه جدا طبعاً. القيمه العلاجيه في الامر دي حاجات مرضيه. صحيح فعلا. انا عندي بعض المواد اللي ليها خواص مضاده للفطريات والبكتيريا، زي الروزميري. الروزميري من المواد القويه جدا اللي ليها خواص مضاده للفطريات والبكتيريا. هنيجي على سبيل المثال عدوى زي سعفه الراس، او اللي زي ما احنا بنسميها بالمسمى الدارك تينيا الشعر او التينيا كابيتس. دي من يعني هو بيعالج كمان، هو علاجي تجميلي طبعا يا فندم، طبعا بيعالج. عندي التانية دي لما بتيجي في الشعر بتعمل لي بقع صلعاء، هي بتختلف طبعا عن الصلع الوراثي او اي نوع تاني، لان بيلاحظ ان الشعر مختفي تماما من المنطقه، في مناطق معينه من الشعر. مجرد ما انا بقضي على العدوى دي الشعر بيبتدي يرجع تاني. ساعات بتحصل من الحاله النفسيه، في ستات كتير تبعت لي تقول لي انا طلع لي من الحاله النفسيه. ده نوع تاني، دي حاجه اسمها الالوبيشيا ارياتا او الثعلبه. دي أوكي. بتحصل نتيجه الاسترس، والناس اللي بتتعرض لضغوط كتير وبتتاثر الحاله النفسيه، بيبتدي يحصل تساقط في نقط معينه من الشعر، ودي طبعا بتختلف على سعفه الراس. سعفه الراس بيبقى فيه منابت الشعر موجوده بتبقى ظاهره، انما الالوبيشيا ارياتا او الثعلبه بيبقى باينه جدا ان مفيش شعر تماما، تبقى ملساء تماما. فانا عندي منتج بيقدر يعالج لي النوعين.
الحالتين المرضيتين دول. ده مهم جدا طبعا. طب احنا عاوزين نعرف يا دكتور احمد السكس اكشنز، خلينا نقول للساده المشاهدين كده الحاجات اللي هو بيعالجها او الوظائف بتاعت ساينو ماسي هير. هبتدي على راس القائمه طبعا والمشكله اللي بيعاني منها ناس كتير جدا، وانا هتكلم على قطاع الرجال بشكل خاص. انا عندي نسبه كبيره من الرجال بتعاني من تساقط الشعر سواء الوراثي او للاسباب التانية المختلفه. تمام. بالنسبه لتساقط الشعر الوراثي نسبه كبيره من الرجال بتعاني منه. يعني على حسب الاحصائيات الاخيره 30% في الرجال سن 30 سنه بيعانوا من الصلع الوراثي، و 50% من الرجال في سن 50 سنه بيعانوا من الصلع الوراثي. فنسبه مش قليله تقريبا. انا بتهيالي اكتر كمان. هي ممكن تكون اكتر. نسبه فعلا الشعر الخفيف بالزبط. كتير قوي والصلع الوراثي. فدي مشكله بتؤرق ناس كتير جدا او قطاع كبير جدا من الرجال بشكل خاص. ساينو ماسي هير بيحتوي على عنصر مهم جدا الساو بالميتو زي ما ذكر الدكتور ان. الساو بالميتو ليه ميزه حلوه جدا. انه بيوقف عمل الانزيم الفايف الفا ريدكتيز اللي هو المسؤول عن مهاجمه بصيلات الشعر وبالتالي سقوط الشعر الوراثي. يعني هو في انزيم اصلا هو اللي بيخلي الشعر يقع. بالظبط. ساينو ماسي هير هو بيوقف الانزيم ده. بالظبط. فبالتالي هو بيوقف لي التساقط بتاع الشعر في حاله الشعر الوراثي. بالاضافه بقى للاسباب الثانيه زي التلف، هو بيعالج للتلف. ضعف الغذاء، في مغذيات زي ما تكرمت وقال الدكتور اد، مغذيات كل ما يحتاجه الشعر من غذاء موجود في ساينو ماسي هير، بالاضافه ان هو بيحفز الغذاء الطبيعي اللي واصل للشعر من الجسم عن طريق ان هو بيحسن لي خصائص الدوره الدمويه في فروه الراس. فبالتالي كميه الغذاء اللي بتوصل للشعر بتكون اكتر، وده بينعكس طبعا على النمو الصحي، على مظهر كويس. انا بتهيالي كمان في ناس بتعاني من انه شعرايتها رفيعه جدا. طبعا. يعني بتبقى ضعيفه. مش يعني بتتاثر من اي حاجه، فتله الشعر بتبقى رفيعه جدا في بعض الناس، وبرده ده بيبقى اوقات نتيجه ممارسات معينه لاستخدام بعض المواد اللي او المعالجات اللي بتحصل للشعر بتخلي الشعره نفسها ترفع. طبعا ساينو ماسي هير بيحل لي المشكله دي بمنتهى البساطه. انا عندي بعض المواد الفعاله على سبيل المثال، منها البانثينول. البانثينول ببساطه بيعمل لي كوتينج او غلاف للشعرايه، زي ما قالت الفايده الاولى الدكتور ان هو بيحميها لي الشعرايه سواء من العوامل اللي بتعرض ليها واللي بتسبب التلف، او بيحفظ الكونتنت بتاع الميه او محتوى الميه اللي جوه الشعرايه انه يفقد. على الجانب الاخر ان الغلاف ده بيزود لي حجم الشعرايه بنسبه 10%. طب كويس قوي. يعني يدي فوليوم، تحس ان الشعر كويس. طبعا حجم الشعرايه بيزيد. وده بيساعد في ان انا اشوف الشعر كثيف. كثافه الشعر بتزيد وبشكل ملحوظ جدا. طب الناس تقدر تحصل على ساينو ماسي هير ازاي؟ هو طبعا تسهيلا على كل الساده المشاهدين، طريقه الحصول على ساينو ماسي هير هي الاتصال على الارقام اللي موجوده على الشاشه. المندوب بيوصل لحد البيت. في الناس اللي موجوده في القاهره المنتج بيوصل في نفس اليوم او على اقصى تقدير ثاني يوم او في خلال 24 ساعه نقدر نقول كده. طبعا لتلقي الاستفسارات وكل التساؤلات اللي تخص العنايه بالشعر وبشكل خاص استخدام ساينو ماسي هير، الكول سنتر شغال لمده 24 ساعه لتلقي كافه التساؤلات والاستفسارات من الساده المشاهدين. طيب انا هقول لك على حاجه، لانه احنا كسيدات ممكن نكون بنتضايق منها، الملمس الدهني، او في ناس كتير جدا ممكن تشتري منتجات وما تحبش تستخدمها بعد كده لانه هي بتسيب لها اثر دهني في فروه شعرها مثلا، ما بتعرفش تخرج، بتبقى عاوزه اليوم اللي تحط فيه مثلا المنتج تفضل قاعده في البيت، فالاثر الدهني ده مزعج قوي. ساينو ماسي هير انا اعتقد انه ما فيهوش اي اثر. انت جربتيه؟ انت جربتيه؟ ما فيهوش اي اثر، اي اثر دهني خالص، بلس كمان ان هو ريحته حلوه. فانا مدياكي برودكت ريحته حلوه، ومدياكي ان هو انت عايز تنزلي النهارده بنتك رايحه المدرسه. يعني ما هو بيستخدم للسن من 16. فرايحين مدرسه. فريحته حلوه، ما فيش دهني، واحده نازله شغلها كل يوم. انت عارفه هو يوم يا دكتوره في احصائيه يوميه يوم. في احصائيه بتقول ان الستات بتقعد قد ايه قدام المرايه عشان تظبط شعرها؟ انت طبعا عارفه الاحصائيه دي. وانتوا كلكم عارفين الاحصائيه دي اكيد. انت مش متخيله، تقول لك شعري منفوش، شعري منكوش، شعري مش مظبوط، شعري مش عارف. يعني لا، ممكن واحده تكون لابسه وتغير هدومها عشان شعرها مش مظبوط. ده حقيقي يا فندم. طب وليه؟ ده بيحصل. بيحصل. او الطرحه. شعرها او الطرحه. بالظبط. بس احنا عاوزين نقول كمان انه السيدات المحجبات لابد انها تهتم بشعرها
ضعف اللي بشعر من يعني ضعف الست اللي بشعرها أكيد. لانه انت مغطيه معظم الوقت وبعدين في ممارسات خاطئه بتتم كتير جدا زي لما تغسلي شعرك وتحطيه مبلول تحت الطرحه زي ما تفضلي شداه قوي تحت الطرحه ده كله زي ما تلبسي خامات او ماتيريالز لازم اقطان فده مهم جدا اذا ساينو ماسي هير يعتبر من اقوى منتجات التجميل والعلاج للشعر انا بشكركم على وجودكم معايا ضيوف الاعزاء دكتوره انا امحاوي ودكتور احمد رشاد هنروح لفاصل لسه عندنا فقره ثانيه بعد الفاصل استنونا ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب أعتقد أنه في علاقة قوية جدا بين المظهر الخارجي والثقة بالنفس يعني أنا شخصيا بشوف سيدات كتير جدا يمكن عن طريق الاحتكاك المباشر أو عن طريق الرسائل بتعاني من الحساسية الشديدة جدا بتصل لحد الوسواس ليه؟ لأنه هي مش واثقة في نفسها شكلها عامل لها أزمة نفسية بقت أي نظرات من الناس ليها بتاخدها بمحمل يعني سلبي اي يعني وصلت لدرجه الحساسيه ان هي اي اتنين بيتكلموا مع بعض وده انا بقول لكم ده بيتبعت لي شخصيا بتوصل لمرحله ان هي اي اتنين بيتكلموا في اي حاجه بتحس ان هو بيتكلموا عليها او بتاخد الكلام عليها اكيد هما بيتكلموا عليا اكيد هما بيتكلموا على شكلي ما بتبقاش مستحمله ما بتبقاش مستحمله خالص على الجانب بقى ده على الجانب الاجتماعي على الجانب الاسري بقى او الجانب النفسي هي بتبقى مش مستحمله كلمه من حد بتبقى سريعه الغضب بطريقه فظيعه بتبقى حساسه زياده عن اللزوم تلاقيها ممكن الكلمه تتقال بحسن نيه شديده هي تاخدها بمحمل تاني او بسوء نيه كل دليل انه هي نفسيتها تعبانه او هي متضايقه من شكلها وانا مش عاوزه حد يقول انه لا ده اوفر او ده ما بيحصلش لا ده بيحصل ده بيحصل وبنشوفه كتير ويمكن في رجال كتير بتعاني من الموضوع ده مع سيداتها انه هي بقت حساسه زياده عن اللزوم بقت عصبيه قوي بقت بتاخد كل حاجه على اعصابها
أيوه هو موجود، لأنه هي ما عندهاش ثقة في نفسها، لأن هي مش مبسوطة من شكلها، والشكل ده زي ما قلت لكم عامل مهم جدا من العوامل اللي بتدي للواحد ثقة في نفسه، وبتخليه إيجابي، وبتخليه قادر يواجه الحياة والمجتمع. ويمكن أنا قلت في حلقة سابقة أنه كتير برضو من الحالات الاجتماعية أو الأسرية أنه بتحصل لانه الزوج مثلا بيبقى عاوز يخرج مع مراته ومعزومين في مكان، رايحين في مكان، وهي بيلاقيها ان هي مش عاوزه ده، او مش عاوزه تخرج، او بتفضل انها تقعد. طب ليه انت مش عاوزه ده؟ هي ممكن ما تقولوش انا مش عاوزه اخرج عشان انا متضايقه من شكلي، او انا في حاجه مضايقاني من شكلي، بس ده هينعكس على علاقتها بيه. فاذا الاهتمام بالمظهر الخارجي والشكل الخارجي شيء مهم جدا، ومن اهم الحاجات اللي بتدعم طاقه الانسان الايجابيه، وخاصة انه لما نهتم بوشنا. الوش ده المراية بتاعتنا، وزي ما قلت قبل كده انه ده المراية اللي بتبين حالتنا النفسية شكلها ايه، وحالتنا الصحية شكلها ايه. فالاهتمام بالوش وخاصة الجلد، الجلد ده كائن حي بيحس وبيتأثر بكل حاجة. الاهتمام بالوش ده شيء مهم جدا. لذلك انا ببسط لما بيبعت لي رسائل كتير ناس بتسألني ازاي اهتم، وبتسأل عن المنتجات الجديدة، وخاصة بتسأل عن ماسي دورو جولد بما ان هو الراعي الرسمي للجمال اليومين دول، والستات كلها بتسأل عنه والرجال كمان. فاحنا النهاردة هتكون فقرتنا دي مع ماسي دورو جولد وضيفتي العزيزة اللي بسعد بلقاها جدا، دكتورة دينا أبو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. يا أهلا يا دكتورة دينا. حبيبتي يا يمنى. الكلام اللي أنا قلته بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ده كتير. بيحصل كتير يا يمنى، زي ما أنت قلتي، لو ست سيدة مش واثقة في نفسها فعلا، لو بنت اتنين صحابها بيتكلموا تقولك اه دول واخدين بالهم من تحت عيني اسود، دول واخدين بالهم من التجاعيد، بيبقى عندها عدم ثقه بنفسها، وزي ما انت قلتي بتبقى مش عايزه تخرج. بقى الحياه بقت روتينيه، بقى تصحى تعمل الغدا لجوزها لعيالها، تقعد تتفرج على التلفزيون وتنام. فبتبقى فعلا مشكله. احنا ازاي نقدر نجمل نفسنا بالزبط. ازاي نقدر نحلي نفسنا؟ ازاي؟ لانه ده هينعكس على نفسيتنا طبعا بشكل كبير جدا. طبعا لازم تبقى نفسيتنا مرتاحة. لازم نبقى راضيين، مش بالزبط. لازم تبقى المقاييس عالمية في الجمال، العينين الواسعة، البق مش عارفة اللي عامل ازاي. المهم ان الوش يبقى رايق، الوش يبقى صافي، الوش يبقى نضر. ده هينعكس عليها وعلى شخصيتها وعلى أدائها في شغلها كمان. صح. على طول بقول حتى المظهر، لو اي بنت رايحة تقدم في شركة مظهرها هو رقم واحد. لو انا قاعده في شركتي وفي حد انا بستقبله ان هو يشتغل، بشوف المظهر الاول قبل ما اتكلم معاه. بتدي درجات على المظهر. فالمظهر والوش ده مرآتك للمجتمع كله، وكفايه انك انت تبصي لنفسك في المرايه، ايه ده انا شكلي حلو، ما عنديش مشكله. كل الكلام ده ازاي هنعمله؟ فقط بكريم ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد حقق نجاح يا يمنى، حقق طفره كبيره. طبعا الفيدباك من العملاء والكلاينتس اكتر من رائع. انا يهمني اسمع الفيدباك. لا مش قادره اقول لك بقى الفيدباك قد ايه. الستات مبسوطه، قد ايه البنات الصغيره مبسوطه، قد ايه الرجال مبسوطين. على طول بقول ان العبوه هي كورس كامل، مش قادره اقول لك اكتر من 80% بيكرروا، لانه بقى فعلا لايف ستايل. ماسي دورو جولد لما نزل الماركت وفر حاجات كتيره جدا، وفر تقنيات كتيره جدا، وفر انك انت مش كل يوم قاعده في التسريحه عندك 10 كريمات، كريم للنهار، كريم لليل، كريم فيه مضادات اكسده، كريم واقي شمس. لا، احنا اختصرنا ده كله واتعمل في 6 سنين ابحاث كلينيكال ترايلز في مصنع قوي جدا، وانا زرت المصنع بنفسي. مصنع قوي جدا، مصنع واخد شهادات الايزو، واخد شهادات الجي ام بي اللي هي الجود مانيفاكتشر براكتس. اتعمل في 6 سنين عشان نقدر نواكب كل علامات التقدم في السن في عبوه ماسي دورو جولد. يعني هو فعلا يا جماعه وفر كتير جدا، لانه انا كنت بشوف ناس بتعاني علشان لا ده انا نسيت احط كريم مش عارفه ايه، ده انا نسيت اعمل مش... وبعدين الموضوع بقى مزعج طبعا. في ناس كتير فاكره ان هو كذا حاجه. بس انتوا هو فعلا كذا حاجه، بس هي في حاجه واحدة بس. طبعا هو ده كريم ماسي دورو جولد، هي عبوه واحده. ليه سر تركيبه؟ ان هو فعلا زي ما قلت يا يمنى كذا حاجه في بعض. اولا عبوه ماسي دورو جولد فيها 56 مكون، من مضادات اكسده، من فيتامينز، من مينرالز، من اوميجا، من
رقم واحد جزيئات الذهب من كافيار من سيراميد من فيلر، حقنه الفيلر هايلورونيك اسيد دي موجوده 120 ملي على فكره فيها فيلر. الحقنه الفيلر بتبقى ملي واحد، وطبعا بتستخدم مره كل 6 شهور. انت كل ملي بتحطيه فيه ماده الهايلورونيك اسيد، في ماده بوتوكس لايك اكشن، في مينرالز ومعادن كلها في علبه واحده. فطبعا هو ماسي دروجولد عبوه واحده، بس نقدر نقول هو كذا حاجه في عبوه واحده. هو كمان مختلف لانه فيه 56 حاجه، يعني طبعاً دول 56 مكون. العادي انه بيبقى فيه مكونين او ثلاثه في اي منتج، ده اللي خلاه يعمل ضجه يا دكتوره دينا كبيره، وخلاه ينتشر بالشكل الفظيع ده. وفكره انه 10 سنين هتبني اصغر دي برضو عملت يعني انا عاوز اعرف انتوا يعني اكيد الموضوع اتدرس علشان يبقى ده الشعار بتاعه. طبعا كل السيدات يعني نفسها تصغر يوم، يعني مثلا سيده وهي مثلا عندها 50 سنه بتشوف صورتها وهي 40 سنه بتلاحظ فرق. فماسي دروجولد على طول بيدي ثقه انك انت السنه بتلزق في السنه. انا لسه امبارح كنت عندي 20 سنه فجاه عدى. فهو دلوقتي فعلا الزمن بقى سريع جدا. فكله قلقان، الستات كلها قلقانه، كل الستات عايزه تبقى حلوه. خلي بالك في كمان ستات عندها فوبيا من السن بجد والله بتخاف اكتر من الرجاله. طبعا طبعا عندها فتقول لك انت اكتر حاجه بتخافي منها تقول لك بخاف اعجز، بخاف يبان عليا. طبعا ففي ناس ربنا مديها نعمه ان هي لا ما عندهاش الفوبيا دي، بس معظمنا عنده فوبيا ان هي لما تكبر وتعجز يبان عليها ان هي كبرت. فدي ده هو كمان وقائي من الموضوع ده. طبعا يعني ايه شكلك كبر في السن؟ يعني لما يظهر علامات التقدم في السن، ماسي دروجولد تصنع عشان يرضي كل الستات. علامات التقدم في السن ايه هي؟ تجاعيد، خطوط رفيعه اللي حوالين العين، اللي حوالين البق، الهالات السوداء السواد الفظيع اللي بشوفه في بنات عندها 20 سنه مش سيدات كبار. الوش المطفي اللي مش ناضر، اللي باين ان هو ما فيهوش صحه، الوش المتهدل الواقع، كل الكلام ده انت خلاص كبرتي في السن. ماسي دروجولد بيعالج كل الحاجات دي. ازاي كريم قدر ينزل في الماركت يعالج تجاعيد ويعالج هالات سودا ويعالج علامات تقدم في السن، بقع، نمش، بيوحد لون البشره وبيديها نضاره؟ ماسي دروجولد بيدي نتيجه من اول الاستخدام. مش هتلاقي كريم ابدا زي ماسي دروجولد يديكي نتيجه الحلاوه والنضاره والصفاء بتاع الوش. من اول استخدام ماسي دروجولد فعلا بيعمل كده، لانه بيحتوي على جزيئات ذهب عيار 23 مش ميه ذهب، جزيئات جولد فليكس بارتكلز موجوده مع كل ضغطه. كفايه انك بتشوفي الذهب على بشرتك، كفايه انك انت بتشوفي الجلو، بتحسي انك انت لو انت مثلا اتفرجتي على اي فنانه في التلفزيون او ممثله اجنبيه، عند في ممثلات كبار يا في جماعه بيطلعوا من غير ميك اب نهائي، يعني في فعلا في ممثلات اجنبيات طبعاً من غير ميك اب خالص. قمه الثقه، قمه الثقه دي انها تطلع كده. طبعا واثقه في نفسها، لان نجمات هوليود طبعا عارفين ان هم لازم يهتموا ببشرتهم، وشهم ده اكل عيشهم صح. فلازم يهتموا ببشرتهم من سن صغير. بتشوفي نجمه زي ميريل ستريب فوق اعتقد 70 سنه قمر. طبعا فدي مهتميه، دي ست ذكيه جدا مهتميه من وهي صغيره. لازم نهتم، مش معنى ان انا زي القمر انا مش هخاف من ذلك. اعتمد على كده؟ لا اوريدي. السيراميد هنتكلم على السيراميد النهارده. السيراميد ماده مهمه جدا، العلماء اكتشفوا انه بتنقص من الوش من سن 18 سنه، الهيالورونيك اسيد من سن 18 سنه، الكولاجين من سن 25. انت اوريدي عندك ديستراكشن ليفلز في مكونات مهمه جدا، انت مش شايفه ده قدام المرايه. فانت لازم تعملي بالانس عشان انت فجاه فعلا بعد ال 25 26 هتلاقي مشاكل. فليه طب انا عالج؟ ليه ابص لنفسي اتضايق في المرايه؟ احنا نعالج من سن 18 سنه او نعمل وقايه. طبعا ماسي دروجولد بقول علاج قوي جدا والامثل للتجاعيد وعلامات التقدم في السن حتى في السن الكبير. عندي عملاء كتير سيدات 50 و60 طايرين بماسي. ماسي عمل هوس. يعني وبعدين هي مش لسن معين بقى، يعني ده اللي نقدر نفهمه ان هو مش لسن معين اطلاقا. مش واحده عندها 18 او 20 تقول انا صغيره على انه انا استخدم مثلا كريم كوقايه للتجاعيد، او واحده عندها 70 سنه تقول لا انا خلاص راحت عليا وانا هاخد زمني وزمن غيري. ما فيش ولا انا كده. السيدات ما بتقولش الكلام ده دلوقتي، يعني مفيش حد بيقول الكلام ده دلوقتي خالص. تعالي شوفي سيدات مجتمع 70 سنه و لبس والكلاس والوش النضر
ما بقاش الكلام ده دلوقتي. الزمن اختلف، الدنيا اختلفت، عالم التجميل نفسه اختلف. بالظبط. يعني بالزبط. دلوقتي بقى في تقنيات حديثه جدا تخلي الست اللي عندها 70 سنه شكلها صغير. ماسي دروجولد فعلا يقدر يصغر في سن شكليا 10 سنين لانه بيعالج كل علامات التقدم في السن. في سيدات بتحقن طبعا فيلر وبوتوكس، وفي سيدات ما بتخاف من الشكشكه. فبتقولي يا دكتوره انا عايزه ماس لاني بخاف من الشكشكه، تكلمني بعد ما بتخلص الكورس. تقولي لا ابعتي لي تاني. هو لا يتعارض مع حقن البوتوكس والفيلر إطلاق. يعني لو واحده بتحب تحقن بوتوكس وفيلر وعاوزه تستخدم ماسي، دايما السؤال ده بيتبعت، هل في تعارض بين الاثنين؟ اطلاقا. ماسي دروجولد على طول بقول احنا نستخدمه مع حقن الفيلر والبوتوكس لانه بيعزز مده الحقن وبيطول مفعول الحقن. بدل ما السيده تحقن كل 6 شهور ممكن تكمل لسنه، فدي حاجه حلوه قوي. ممكن بعد ما تستخدم ماسي تقول لك انا خلاص انا حقنت مره وهكمل على ماسي. فطبعا ماسي بالعكس صديق الفيلر والبوتوكس، لا يتعارض معاه اطلاقا ولا يتعارض مع اي كريم تاني مرخص. مرخص. سامعين انزلوا لنا بالتراخيص بقى بتاعت ماسي دلوقتي بمناسبه التراخيص، لانه انا ريقي نشف بقول يا جماعه لو سمحتوا ما تشتروش اي حاجه من غير ما تكونوا عارفين مصدرها ايه، من غير ما تكون مرخصه. مرخصه دي زي اللي احنا شايف التراخيص اللي شايفينها على الشاشه دي، يعني اتعمل عليها ابحاث ودخلت تحت اختبارات وقصه، يعني ما عدتش بالساهل. ماسي مترخص من 3 اماكن مش طبعًا. من مكان واحد. لا مش خلينا نقول للساده المشاهدين في المقام الاول وزاره الصحه بتاعتنا طبعا وزاره الصحه المصريه، في الثاني دول الاتحاد الاوروبي لانه متصنع في ايطاليا، رقم 3 حكومه دبي الامارات. طبعا امن جدا لا يتعارض، يعني ملوش اي اعراض جانبيه. الست الحامل بتستخدمه بعد الشهر الثالث. انا كمان ليه قلت كده؟ لان كتير يقول لي احنا متعودين على كريم معين بنستخدمه. في ناس كتير بتقول كده فعلا. فبقول مفيش مشكله ما دام حضرتك جربتيه وما عملكيش اي سايد افكتس ومرخص تستخدميه. ماسي دروجولد لا يتعارض مع اي كريم تاني. طبعا ماسي دروجولد امن ملوش اي اعراض جانبيه، مناسب لكل انواع البشره، لا يمكن يعمل اي سايد افكتس على اي نوع بشره. طيب انت قلتي انه النتيجه بتبان من اول الاستخدام. يمكن في احساس دايما خاص بماسي عن اي كريم تاني، اول ما حد يستخدمه بيحس انه في حمار في الوش شويه او بيحس انه في سنه لسعه شويه. الناس بتسال ده بيبقى نتيجه لايه؟ نتيجه تنشيط الدوره الدمويه. جزيئات الذهب بتنشط الدوره الدمويه، بتحفز على انتاج كولاجين من خلايا الجلد السفليه. وطبعا الذهب اللي موجود في ماسي اوريدي بيولد خلايا جديده. فماسي دروجولد اللسعان البسيط او السخونيه البسيطه ده انت بتنشطي الدوره الدمويه. حد يطول ينشط الدوره الدمويه كل يوم؟ احنا محتاجين تنشيط الدوره الدمويه في خدودنا في وشنا في شعرنا. مهم جدا تنشيط الدوره الدمويه، ده اللي بيدي صحه. طبعا لو هنتكلم على الذهب، يعني فوائد الذهب لا تعد ولا تحصى. اول ما بيلمس البشره بينشط الدوره الدمويه، فبيديك نتيجه النضاره من اول دهن. الذهب بيولد خلايا جديده، فاوريدي ساعات خلاياكي بتبقى معيوبه بقى فيها شوائب فيها مش ساعات. ده هو دايما وكل واحد عارف هو بيعمل ايه. طبعًا. يا جماعه الميك اب اللي بنحطه ده ولو مره في الاسبوع، لو بتحطيه مره في الاسبوع انت اوكي بتبقي شلتيه، خلاص انت شلتيه، بس هو بيبقى دخل جوه، بيبقى الخلايا من نفسها من جوه مجهده وتعبانه. الشمس دي كارثه. صح. اقول لكم ايه ولا ايه؟ يعني كل البخار اللي بيطلع من وانت واقفه بتعملي الاكل ده. أيوة. ده كارثه، ما هو بيفتح المسامات بقى اي حاجه بقى. صح. التراب اللي بيعدي علينا في اوقات كتير جدا. صح. ايه تاني؟ يعني كل حاجه ممكن. النوم اللي مش صح. النوم اللي مش مظبوط. السجاير والشيشه والسجاير وكل الحاجات دي، ده كل ده بيدخل بقى جوه ويقعد جوه. وتسالوا انتوا بتعجزوا بدري ليه؟ ده احنا يعني بنعمل عمايل واحنا مش حاسين. بجد والله العظيم. لا هو بقى بينظف ده كله من جوه. صح. طبعا بينظف كل الكلام ده. الذهب بيشتغل از ديتوكس، بيشيل كل السموم الشوائب الاتربه من على البشره. الذهب بيعالج التجاعيد، وكمان في كله مضادات اكسده، فبينظف من بيتوغل طبقات الجلد الثلاثه. ماسي دروجولد طبعا متصنع بطريقه النانو، فبيقدر يتوغل كل طبقات الجلد. فبينظف كويس قوي. ليه كمان احنا بنتكلم في كده؟ بتلاقي بنت مثلا عندها 20 سنه، لو انا شكلها كبير فتخيلي بقى، ده شفته كتير. انت عندك كام سنه؟ 20. ايه ده انا افتكرتك 32 33. دي كارثه. لا لا لا، بس ما حدش يقول لحد كده يا جماعه، اوعوا. بس بتحصل. ليه؟ عشان عوامل التلوث اللي موجود في الجو، عشان الاكل اللي مش صحي، الجانك فود، كل الكلام ده ممكن تخلي البنت اللي عندها 20 سنه شكلها اكبر من سنها. ده فعلا. فطبعا ماسي دروجولد لا
ده يعني على طول بقول هو فعلا كمان في كافيار فمعروف ان هو لسه هنتكلم كريم عن المكونات الملكي. دي كلها طبعا. بس انا عاوز الفت انتباه الناس لحاجه ان هو مش كريم تنظيف عشان انا عارفه الكلمه دي هيقولوا لي هو غسول خالص ده هو قولي لهم بقى انت بيستخدم ازاي طبعا ماسي هيدروجولد لا هو لا هو ماسك ولا هو غسول ماسي هيدروجولد كريم بيتحط على بشره نظيفه انت بتغسلي وشك بغسول وبتنظفي بشرتك اي حد بيرجع من بره وشه كله تراب فبنغسله بنخلي البشره نظيفه ونستخدم ماسي هيدروجولد طريقه استخدامه طبعا السهل الممتنع سهل جدا هو بامبنج لان هو فيري ويل استرلايزد معقم جدا ما نفتحوش من هنا بنضغط اربع ضغطات مثلا على كف ايدينا بينزل اماونت حلوه بنوزعه على الوش كله والرقبه طبعا هو ينفع تحت العين فتحت العين طبطبه رايح جاي الجبهه من تحت لفوق والدقن وما ننساش الحته دي اللي هي الدوران بتاع الفم ده كله يا جماعه بيسمر كتير بيسمر فطبعا برضه من تحت لفوق وفيري جنتل مساج انت كده بس لان هو بيشد الجلد بيشد الجلد عكس الجاذبيه الارضيه فبتلاقي وشك كله مشدود شده حلوه وعندي عملاء اخذوا بالهم من شد الجلد من اول اسبوع بيقولوا ايه يا دكتوره دينا ايه السحر ده فطبعا ماسي هيدروجولد بيستخدم صباحا ومساء لو عايزين نستخدمه مره واحده بس زي ما انا ومدام يومنا بنستخدمه بيبقى بالليل لان طبعا عكس الجاذبيه بالليل سرعه استجابه البشره اعلى بكتير هنستخدمه الصبح هو اوريدي في وقي شمس وفي السيراميد كمان بيعمل وقايه من دخول الاتربه على البشره وبعدين اللي عايزه تقعد معاه اكتر يعني يبقى مساء بس ايوه بس في حاجه بقى يومنا يقول لك انا هحطه مره في الاسبوع عشان اقعد معايا 3 سنين مفيش الكلام ده صح. ده كورس نسينا يوم نحط اليوم الثاني عايزه تقعدي معاكي فتره اطول نحطه مره واحده زي انا ومدام يومنا اصل هو فخم يعني فخم بزياده ايوه فهي مره مساء كفايه قوي وما نحطوش عشان هو فخم في الثلاجه نحفظه ما بيتحفظش في الثلاجه بيتحفظ في درجه الحراره الطبيعيه الاوضه العاديه ومش هناخده معانا في العربيه ونسيبه في الشمس مش بس ماسي اي كريم ثاني يتعامل معامله كويسه شويه راقيه شويه والله راقيه شويه ايوه طب يلا نروح لتقرير يلا بينا ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing. Nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يا
دايما انا كلمتي بقولها هو الانتشار دليل النجاح، وانتم ما شاء الله منتشرين في اماكن كتير، مش بس يمكن بداتوها بمصر وبعد كده توسعنا فعلا. تقولي لي بقى الفروع بتاعتكم فين؟ طبعا ماسي دورو جولد منتج ايطالي الصنع، فالشركه الام متواجده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي، شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر، شركتنا في دبي عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات، شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، قريب هنفتح في امريكا في فلادلفيا ماسي فارم امريكا مقرها فلادلفيا امريكا. لكن ماسي ايطالي. ايطالي 100% من فوق لتحت زد. ماسي باكج ايطالي، الانجريدينتس والمكونات ايطاليه، كل حاجه من ايطاليا. شركه ماسي فارم هي الوكيل الحصري، هي اللي مستورده من ايطاليا لمصر، وطبعا احنا بنصدر في جميع انحاء العالم. طيب التواصل معاكم بيكون ازاي يا دكتوره دينا؟ يعني لو حد دلوقتي من الساده الافاضل المشاهدين اللي بيشوفونا يقول لك طب انا عاوزه كريم ماسي دورو جولد، طبعا ماسي دورو جولد شركه ماسي فارم هي الوكيل الحصري. طبعا كل الارقام اللي ظاهره على الشاشه، واحنا يعني الحمد لله شركه ماسي عامله ارقام كتير، لان احنا كنا مواجهين مشكله ان العملاء ما بيكلمونا 24 ساعه تليفون مشغول، فاوريدي احنا حاطين ارقام كويسه جدا وكتيره، تقدروا تتكلموا على اي رقم من الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بلس السوشيال ميديا عندنا صفحات كتيره على السوشيال ميديا عليها نفس الارقام وكمان ارقام مختلفه. فسهل جدا الحصول على ماسي. طبعا شركه ماسي موفره مناديب في جميع انحاء الجمهوريه، بنوصل في كل حته، في كل حته، كل حته، يعني لو حد بيتفرج علينا في كفر مش عارفه ايه هيعرف يوصل في كفر الشيخ وكفر بطيخ وفي سوهاج والمنيا وقنا واسيوط، وفي في اسكندريه كتير جدا، الاسكندرانيات متدلعين ستاتهم. فعلى طول عندنا عملاء كتير في اسكندريه. عندك القاهره كل المدن اللي في القاهره، الصعيد يعني والصعيد كلها، الصعيد يا جماعه كلها. ده الستات في الصعيد واخده بالها من نفسها. أيوة بطريقه، ايوه انا بتفاجئ والله العظيم من الرسائل اللي بتتبعت لي، انا ما اعرفش انا في قريه مش عارفه ايه. أيوة يعني عارفه طبعا، لا يعني ببسط قوي قوي الشرقوه كده، والشرقوه طبعا. الشرقوه كتير، قلنا كل الناس كده ولا نسينا حد تاني؟ والمنايفه والمنايفه طبعا. عشان مخرجنا الجميل عباس من المنوفيه، فلازم المنايف طبعا. احنا طبعا اوريدي عندنا مناديب في جميع انحاء الجمهوريه، بيوصل لان كتير يقول لك طب انا لو عملت اوردر دلوقتي يوصل امتى؟ في نفس اليوم او ماكسيمم 24 ساعه. ماسي دورو جولد كمان محقق انتشار في العالم كله، يعني اوريدي اي حد بيتفرج علينا من دول الخليج، من اوروبا، من اي حته في العالم، برده بيتكلم على الارقام اللي ظاهره. لو حد حته بره مصر، من ساعه طلب الاوردر من 3 ل 5 ايام ماكسيمم المنتج بيوصل لهم عن طريق شركه شحن معينه احنا بنتعامل معاها. طيب كلام جميل جدا، بس في ناس تقول لك ايه، طب انا يعني انا هبدا احس بالنتيجه دي من امتى؟ انا عندي مشاكل كتير قوي في وشي، انا واحده عمري ما عملت حاجه في وشي، ما ولا استخدمت حاجه ولا اهتميت ولا ناسيه نفسي خالص. ايوه انا عاوزه بقى يا جماعه، اوكي حلو عاجبني جدا، بس عاوزه بقى نتيجه. انت عارفه يعني بيبقوا معذورين على فكره، وحقهم ان هم يستعجلوا النتيجه. بس انا عاوزه الرينج، يعني تقولي لهم انتوا هتبداوا تحسوا بايه من اول استخدام، ومع الوقت ايه اللي هيتغير؟ من اول الاستخدام هنحس بنضاره حلوه قوي، هنحس ببشره بدات تبقى صافيه، هنحس احيانا بشد الجلد، لكن علامات التقدم في السن زي التجاعيد، زي هالات سوداء كتيره يعني غامقه جدا، زي بقع من الشمس او من علامات او من التقدم في السن، ده بنشوف تحسن ملحوظ اول شهر. لكن طبعا مش هتتعالج من اول شهر معالجه نهائيه. فطبعا اي حاجه بنعالجها لازم نصبر عليها، اي حاجه. طب وكمان سرعه استجابه البشره كل بني ادم غير التاني، فبتشوفي تحسن اول شهر، كل شهر بتشوفي تحسن ملحوظ. على طول بقول بنضمن نتيجه حلوه جدا، مثلا من بعد رابع شهر بتشوفي نتيجه تحفه، واوريدي العبوه هتقعد معاكي 6 شهور. هي كبيره يعني 120 مللي، دي حجم محترم جدا طبعا لازازه كريم. ده كويس جدا، لانه في ناس كتير بتقول طب ما يعملوا لنا كده حاجه صغيره كده، حاجه اقل شويه في ماسي دورو جولد ملوش اي عبوات صغيره. ماسي دورو جولد لازم احنا بنتكلم في مشاكل كبيره على فكره يا يمنى، مش بنتكلم في شويه ترطيب يعني. فاوريدي المشاكل دي لازم تتحل في ال 120 مللي، لازم ناخد الكورس كامل. مش مفيش فعلا عبوات صغيره، لازم اي حد ياخد الكورس كامل. وساعات بشوف عملاء، راجل مثلا، راجل جايب ليه هو ومراته علبه، فبقول العلبه لا، يعني العلبه لشخص واحد مفيش مشكله، تستخدموها انتوا الاثنين بس قبل ما تخلص بتجيبوا العلبه الثانيه عشان
تضمنوا ان كل واحد اخذ ال 120 خد ال 120 ملي، يعني هي محسوبه ان هم 120 ملي عشان يعملوا كذا كذا بيساوي كذا بالظبط. حسابات طيب. في 6 سنين يعني اخذنا وقت طويل طيب عشان الحسابات دي. السكس اكشنز او الوظائف او الحاجات اللي بيعالجها ماسي دروجول. السكس اكشنز الفوائد طبعا هي على طول بقول مكتوب على العلبه، بتقول لهم عليها طبعا. السكس اكشنز مكتوبين على العلبه. اول حاجه انتي رينكل، يعني موضوع التجاعيد ده مشكله مؤرقه ستات كتيره قوي. فهو اول حاجه انتي رينكل يعني مضاد للتجاعيد، انتي ايج محارب لشيخوخه البشره، وايتنينج تفتيح بيفتح حلو جدا، وكمان بيوحد لون البشره، بيعمل يونيفاي سكن، موسترايزنج مهم قوي ترطيب البشره، اهم حاجه ان احنا بشرتنا تفضل على طول مترطبه، كمان انورشنج نضاره من اول دهنه، وفيس ليفتنج شد الجلد. طبعا السكس اكشنز الفوائد مكتوبه على كل علبه، وكمان رقم ترخيص وزاره الصحه المصريه، كتير بيقول لي رقم الترخيص عشان مش بيظهر على الشاشه، مكتوب على العلبه كمان ترخيص وزاره الصحه المصريه. طيب اذا هو ليه ست وظائف، اعتقد انه هو شامل كل المشاكل المختلفه، يعني الناس اللي عايزه تفتح هتفتح صح. هيفتحها، الناس اللي عندها بقع ونمش وحبوب ومش بالمناسبه الحبوب النشطه ما بتتعالجش معانا، حفاظت ايوه الحبوب النشطه ما بتتعالجش معاه، لا لا الحبوب النشطه بتبقى عايزه حاجه فيها انتيبيوتكس، لكن اي حبوب نشطه كتير جدا بيعانوا ان بيعالج الحبايه بيبقى فيه دوريه صغيره غامقه كده، الاثار بقى الاثار هو بقى ماسي دروجولد بيعالج الاثار معالجه النهائيه، لكن الحبوب النشطه لا ما بيعالجهاش، ولا حتى البهاء كمان عشان اذا تفتيح الناس اللي عايزه تفتح لون بشرتها، الحبوب الاثار بتاعه الحبوب، الشد الوش، التجاعيد، الهالات السوداء. طب احنا عاوزين ايه تاني يعني؟ مش عايزين كل خلاص بقى احنا كده شكرا. احنا فعلا احنا كده تمام بعد ده كله احنا مش عايزين حاجه، مش هيفرق معانا احنا سننا كبر مش خلاص، انت بتبص على نفسك في المرايه يومنا بتلاقي نفسك راضيه عن شكلك، مهم قوي الرضا عن الشكل لنفسك قبل اي حد طبعاً. يعني على طول بقول لا احنا ما بنجملش نفسنا عشان يبقى شكلنا حلو قدام حد معين، ده حاجه مهمه انك انت مثلا قدام زوجك ما يقولكش شايفه المذيعه الحلوه دي، شايفه الفن، لا 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 لا, لا. ما تدخلوش في الحته دي يعني على فكره كلام ساعات الازواج بيوجهوا كلام، يعني دي رساله مني، انت ممكن تكون بتهزر او بتتكلم بحسن نيه ما يبقاش قصدك حاجه خالص، بس الكلام بيتاخد بشكل مش، وهي ممكن ما تعلقش يعني، ممكن تسكت او ما تعلقش، بس هي اتضايقت من جواها. فدايما يعني اغمروا نسائكم بالكلام الحلو الحنين، دي حاجه جميله جدا على فكره، انت هتشوف التغيير بعينك، يعني انت اكتر واحد هتستفيد على فكره لما تقول كلام حلو طبعاً. ويبقى من قلبك مش من ورا قلبك او مش بتضحك عليها صح. يعني انت لما تعاملها بحنيه انت اكتر واحد هتبقى مستفيد من رد فعلها صح. لانه اكيد رد فعلها هيبقى حلو فعلا. ف ماسي كمان للرجال طبعا عندنا عملاء كتير جدا من الرجال يعني، وعمل نتائج مع رجال مش قادره اقول لك، يعني يمكن رجال كتير يقول لك عندهم فعلا مشكله الهالات السوداء، بقع كتير وتجاعيد، ماسي دروجولد حقق نتيجه مبهره مبهره مع الرجال، عندنا عملاء من جميع المحافظات يعني مش مقتصر برضو على محافظه معينه، ماسي دروجولد فور مان اند وومن، ومش مقتصر على شريحه معينه، لا بنتهم احنا متهمين يا دكتوره دينا، ده على طول وبشوف على السوشيال ميديا يا دكتوره دينا راعونا انتوا عاملينه للفنانات خالص، كل فئات المجتمع موجود فيها ماسي، سيده عامله، سيده مش عامله، ربه منزل، سيده متزوجه، بنت في جامعه، كل فئات المجتمع بتسال على ماسي وبتشتري ماسي ومبسوطه كمان من نتيجته. يمكن بقول كل الستات ممكن كل ست ليها ستايل معين، هي مركزه شنط اهم من اللبس جولرز، لكن كل الستات دي بتتجمع، احنا كلنا مجتمعين ان وشنا ده لازم يبقى طبعا حلو طبعا. انت بقى ميولك بقى بتحبي تشتري حاجه عن صاحبتك، بس انت في الاول وفي الاخر انت وهي وغيرك 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 هتقولي لا انا اهم حاجه عندي وشي، وبعدين ممكن تبقى سيده لابسه كله غالي جدا وشها مطفي، وبنت تانية وشها منور ولابسه جينز وتيشيرت وتحب تبص للبنت صح. دي ده حقيقي. فالوش اهم من اي حاجه تانية، ما صحيح. نستخسرش في وشنا خالص بالعكس احنا نستثمر في شكلنا عشان ما نخافش من الزمن، ويبقى عندنا ثقه بنفسنا على طول، نقول فعلا احنا مهم قوي نركز في وشنا وما نستخسر مش نستخسر في جمال بشرتنا كمان. طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره تانية.
سي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. في أنواع بشرة كتير أنت عارفة، يعني في ناس ممكن تكون بشرتها دهنية أو بشرتها جافة أو بشرتها مختلطة أو حساسة، زي ما في ناس كتير بتقولك أنا بشرتي حساسة، ممكن ما تكونش عارفة نوع بشرتها أصلا بتقولك أنا بشرتي حساسة، جايز لأنه هي بتتأثر بأي حاجة أو يعني بتجهد بسرعة. أنتوا رأيتوا النقطة دي في طبعًا تصنيع ماسي؟ طبعًا. طبعا في تصنيع ماسي 6 سنين رعينا جميع انواع البشره. ماسي دورو جولد مناسب جدا للبشره الدهنيه. ازاي يقدر يناسب البشره الدهنيه؟ لان البيز بتاعه اكوا مش اويل، فدي حاجه مهمه قوي. وكمان ماسي دورو جولد متصنع بتقنيه من اهم تقنيات تصنيع اي مستحضر تجميل في العالم اللي هي تقنيه النانو، يعني كل البارتكلز وكل المكونات صغيره جدا فيري سمول وبتخترق البشره وما بتسيبش اي جريزي ريزيديوال سكن، فهو عشان كده مناسب للبشره الدهنيه. ماسي دورو جولد مناسب للبشره الجافه لان في اكتر من 15 مكون. استني هقول لك على حاجه، انت قلتي كده جملتين المخرج نفسه بيقول يعني ايه اللي هي قالته، فلازم نوضح للساده المشاهدين انه يا جماعه ما بيدهننش، ما بيسيبش طبقه دهنيه على الوش، يعني لما تحطوه مش هيعمل لكم يزيت، يعني بمعنى اصح. بالظبط صح كده، لانه دي بنعاني منها انا شخصيا، بشرتي دهنيه، فلما كنت بستخدم اي حاجه غير ماسي كانت بتضايقني، بتلمع البشره بتلمع، حتى لما بيجي احط ميك اب برضه بيضايقني. مع ماسي لا، انا بستخدمه مفيش، بيمتص بسهوله جدا على طول. فده شرحا يعني جملتين للدكتور. انا يمكن بقى انا بتكلم ترمينولوجي شويه بس كويس المخرجنا علق عشان الناس كلها تفهمني. طبعا مناسب للبشره الجافه، يا رب يفهمني برضو في البشره كده. طبعا في اكتر من 15 مكون بيعملوا على ترطيب البشره، يعني بيخلي البشره مترطبه موسترايزنج، منها طبعا الهيلورونيك اسيد والسيراميد والدهب، كل الحاجات دي بترطب البشره. فطبعا ماسي دورو جولد مهم جدا للبشره الجافه والبشره العاديه والبشره كمان المختلطه. ايه هي البشره المختلطه؟ ان هي بتبقى جافه ودهنيه في نفس الوقت، اللي هي تي زون. ايوه، يبقى هو بشرتها جافه والحته دي بتلمع. مزبوط. فهو طبعا ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره، مفيش اي مشكله، حتى البشره الحساسه مناسب ليها. طيب والالوان بقى يا دكتوره دينا، يعني في ناس تقول لك ايه، طب انا بشرتي فاتحه قوي او انا بشرتي غامقه قوي، هل ده هيبقى تاثيره مختلف عن ده؟
بالعكس، هو ماسي دروجولد الاكشن السكس اكشنز اللي مكتوبين طبعا لكل الوان البشره. البشره البيضاء بيدي معاها نتيجه تحفه، البشره الخمريه واحنا اعتقد احنا عندنا في مصر معظمنا بشرتنا خمريه بيدي النضاره والنتيجه التحفه، البشره الداكنه لان عندنا عملاء كتير في السودان اللي هي البشره الداكنه جدا بيدي نتيجه جباره. طبعا هو ما بيفتحش اللون الاصلي لكن بيشيل الشوائب اللي هي غمقتنا. يعني ممكن يبقى ما عنديش مشكلة بقع لكن وشي اغمق مطفي، فهو بيشيل كل الامبيوريتيز من على البشرة. وقردي لما انت بتشيلي طبقة الشوائب والتلوث اللي بنشوفه في التراب بشرتك قردي بتفتحها جدا، فهو ماسي دروجولد اكيد مناسب لجميع الوان البشرة ايضا. كل ضغطة قلتي لي بتنزل فيها 56 عنصر ومكون، والحقيقة ان هما كل عنصر اغنى من التاني واغلى من التاني ومفيد عن التاني. الذهب طبعا في المقام الاول ده اللي انت قلتيه واتكلمنا عليه، وتقولي لهم كمان فوائد الذهب وفوائد الكافيار، لانه في منتجات بتبقى عامله يعني عمايل جامده جدا تقول لك ده منتج ده بالكافيار. أيوة. بس بالكافيار بس. وحاجه يومنا يمكن كان براند معين قبل ما ماسي ينزل كنت بشوفه، فليه غالي قوي كده؟ قالوا لي ده بالكافيار يا فندم. والعلبه كانت ما شاء الله كده. فانا بقى زعلت قوي، ليه بقى غالي جدا؟ انت فرحانه بقى جايبه علبه بقى كده وكله كافيار. بفتحها انا والله العظيم لقيت حاجه كده كافيار يا فندم. مش عارفه ما كملتش 20 ملي. فعشان كده بقول الناس كتير بتقول لي ماسي دروجولد غالي، يا جماعه ده 120 ملي في مكونات غاليه جدا، ونقدر ننزل الماركت هنشوف حاجات اغلى من ماسي لكن مش هنشوف نتيجه ماسي. دي حاجه مهمه قوي. الكافيار غذاء الملوك، الكافيار كله معادن، احماض امينيه، فيتامينز، اوميجا، كله بيتحط دايركت على بشرتك. في ماده مهمه قوي السيراميد. السيراميد لا يقل اهميه بالتوازي مع الذهب على فكره والكافيار، لان السيراميد دي ماده مهمه جدا، هي ماده دهنيه شمعيه موجوده في بشرتنا وبتقل مع الزمن. وانس ان السيراميد قال البشره بتفك الخلايا، البشره دي خلايا. يعني انا ممكن برضو مثال، لو شفتي العماره مثلا بتتبني بطوب، الطوب ده اللي بيمسكهم في بعض الاسمنت بالزبط. لو الاسمنت مش موجود العماره تقع. ده اللي بيحصل مع السيراميد. السيراميد الطوب ده الخلايا بتاعه البشره، والسيراميد ده الاسمنت. فمهم قوي ان احنا نغذي بشرتنا وخلايا جلدنا بالسيراميد عشان الخلايا ما تفكش ووشنا هيبتدي يقع. والسيراميد مهم قوي ان هو بيعمل غلاف على البشره من الاتربه اللي احنا بنتعرض عليها كل يوم. فاوريدي هو بيغلف بشرتنا وبيحميها من دخول اي بكتيريا او اي اتربه او اي امبيوريتيز على البشره. فدي ميزه مهمه قوي ان مع كل ضغطه اوريدي فيها سيراميد. ماسي دروجولد بيحتوي على الفيلر، الفيلر اللي احنا بنحقنه، الماده اسمها هيلورونيك اسيد موجوده في ماسي دروجولد، عشان كده ماسي دروجولد معالج كويس قوي للتجاعيد وبيدي نضاره وبيدي الفوليوم البسيط اللي يخلي ايه انت شكلك رادت، الله انت وشك منور. ده اوريدي موجود في ماده الفيلر. في ماده بتشتغل زي بوتوكس لايك اكشن اسمها الاسيتايت هيكسابيبتايد، في واقي شمس. اولا الكافيار اوريدي فيه واقي شمس، ثانيا ماده التين اوكسايد وماده التيتانيوم دايوكسيد الاثنين مكتوبين طبعا هنا كل الانجريدينتس مكتوبه. فالتين اوكسايد والتيتانيوم دايوكسيد دول واقي شمس اوريدي. فاوريدي هو مش محتاجه مع ماسي اي حاجه خالص. حتى البوتوكس والفيلر هو فيه الحاجات اللي موجوده في البوتوكس والفيلر. طبعا طبعا. طب في ناس كتير بتقول طب هل هو نفس الفكره؟ يعني انا هضطر ان انا، انت عارفه في ناس تقول لك ايه، انا ما بحبش البوتوكس والفيلر لان هم بضطر احقن كل ست شهور. هم بيسالوا هل النتيجه بقى بتفضل مستمره طبعًا. معاهم النتيجه بتفضل مستمره فتره طويله جدا لانه بيحتوي كمان على مضادات اكسده. بس اكيد يا يمنى لو انا مش مهتميه ونزلت كل يوم في الشمس بعد ما اخلص عبوه ماسي، لو مش عايزين نجيبه تاني، وافضل قاعده متعرضه للشمس وما احطش واقي شمس، اللايف ستايل بتاعي يبقى مش صح، الوش هيرجع يتاثر. ده اكيد. لكن ماسي دروجولد مش اعتمادي. يعني يمكن برضو حد سالني طب انا لما اتعود عليه لازم، هو مش اعتمادي. لا خالص. هو انت ماسي دروجولد الكورس بيعالج لك كل مشاكل البشره وبيعمل انتي ايج ان هو يقاوم من ظهور علامات التقدم في السن، بس لازم برضو انت تساعدي نفسك انك تشربي ميه كويس. يعني هي الفكره ان هو حاجه هتساعدكم
ان انتوا تتخلصوا من كل مشاكل بشرتكوا في مده 6 شهور. صح. انتوا شطرتكوا قدرتوا ان انتوا تحافظوا على النتيجه. طبعا. اللي هو اداها لكم النتيجه الحلوه اللي هو اداها لكم دي حاجه لطيفه جدا. ما قدرتوش واتبعتوا اللايف ستايل مش مظبوط فانتوا كده اللي يعني شيء طبيعي. طبعا. فهو هيساعد، هو هتبقى اول خطوه في ان انتوا خلاص انتوا تخلصتوا من المشاكل القديمه. وبقى عندكوا وش جديد، وش صحي، وش منور، وش ما فيهوش مشاكل، ما فيهوش تجاعيد، ما فيهوش عيوب. حافظوا انتوا بقى على على النتيجه اللي انتوا وصلتوا لها دي. صح. فهي دي الفكره. بس انا بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا دايما، بسعد بلقائك ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود. احنا حلقتنا خلصت، تشوفونا يوميا الساعه 3 عصرا والاعاده بتكون 8 صباحا و12 مساء، والحلقات كلها بتبقى موجوده على اليوتيوب. واي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي هتنزل على الشاشه دلوقتي، تقدروا تبعتوا لي كل اسئلتكم واستفساراتكم ان شاء الله اجاوب على عليها كلها. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم.